سلوكيات، مش صح يا ست صفية؟ أيوة أمال إيه يا أستاذة عبد الحميد؟ وفي حاجة كمان، افتكرت اسميه أساليب حماية الطفل في المدرسة. الأساليب بتحمي الطفل من عقاب المعلم بتاعه، وكمان بتعلمه إزاي يستخدم الأجهزة الكهربائية والنوافذ في المدرسة، وكل ده بطريقة أمنة، صح يا ست صفية؟ أيوة أمال إيه، ولا الأنشطة يا حبيبتي عمري مش جابها على حلاوتها وزمانها وبساطتها كمان، ده بيعلموا الولاد حاجات تفيدهم وتفيد قرايبهم وزمايلهم كمان، وبلدنا تبقى متعلمة ومتنورة ومتقدمة عن البلاد التانيين أكتر وأكتر كمان، ونرجع مجد بلدنا على مر العصور. أيوة يا ست صفية، حكم وواعظ واللون، دي الأنشطة اللي حبيبتي كتبوها زي التنمية الفنية والرياضية والعلمية والتربية الاجتماعية كمان. أبغى لهم أحلامنا ولا الله الله تنسي يا أولاد. أيوة يا حضرتك عمجة، وكل دفع جمعية ناس البيت، وإحنا شكرا جمعية.